السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى تدوزوه معنا زوين. هذا النهار دابا رحنا معروضين عند صاحبتي منى، عند الحفله ديال 40 البنيته الينا ديالها. الله يسخر لها فيها يا ربي وتشوفها كيف بغات يا رب العالمين. مهم دابا جيناكم حفلين ولابسين ومكشطين، هانتوما هادشي فين رحنا غاديين. هانتوما شوفوا كي جيناكم بعدا، قولوا لنا ردوا علينا الاخبار. غادي نشارك معاكم الخدمه كيفاش دايره. هادي عكوزتي حماتي، تبارك الله عليك، جيتي غزاله. بارك الله فيك لاله على حفظك. السلام عليكم المشاهدين، نتوما بخير وعلى خير، بغيتكم تكونوا لاباس ان شاء الله. الله يجازيكم بخير، دعموا هاد البنت ان شاء الله تزيد القدام. شكرا. ان شاء الله يا ربي، شكرا لكم. المهم دابا حنا غاديين، يلا غاديين نمشيو وغادي نصوروا لكم شويه من الحفله وهذا. المهم انتم معنا، خليكم معنا، ما تمشيو فين، كملوا الفيديو حتى التالي ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك ولي زابوني، شجعونا ودعمونا باش نعطيكم اكثر ونعطيكم المزيد من العطاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو في رياضكم. هذا هو القميص ديالي البنات، على هذه الطريقه، قميص او لقفيطين درتو بهذا الشكل. سمحوا لي الهضره مختلفه حيتاش مشى لي الصوت لهذا الفيديو، هذا اضطريت انني ندير اوديو. المهم انتما كتشوفوا الخدمه ديال هذا القفيطين، هذا درتو بهذا اصلا بخديتو مطروز ودرتو هكا على شكل غوب. المهم فيه لمسه تقليديه وعصريه، انتما كتشوفوا هو هذا كميمات على هذا الشكل هذا. المهم القميص ديالي هو هذا، شاركته معكم، كنتمنى يعجبكم الذوق ديالي، وحتى تخليوا لي في لي كومونتير واش عجبكم ولا لا. ومهم هانتوما معانا هنايا البنات، هذا هو القميص اللي كانت لابسها كوزتي، هانتوما كتشوفوا هذا راه من الذوق ديالي، حتى تقولوا لي واش الذوق ديالي زوين وقولي كيف جاها. درت لها بهذه الطريقه هكا، درت لها هذا الشال، هانتوما كتشوفوا الخديمه اللي فيه اللي في الصدر، درت لها هنايا، هانتوما شفتوا الزواق ديال المعلم، خدمت لها هكا سامبل. هاد التويب راه معروف كيديروه جلباس دو بياس، كيديروه انا جا عمران الخانز كنت عاد مازال كيلبس، مازال مديرونجينا. المهم هانتوما شوفوا كيفاش جا، جا غزال صراحه. وقلت لها خدي له دريره في الكرونه وصراحه طلعت زوينه. ومهم عطونا الراي ديالكم كيف جا هاد الشيء. انتوما هذا عمران، درنا له هذه الفوقيه هذه بالدبانه، انتوما بسالو غير مع سريويل والسبادرين. وحتى تقول لي كي جاتكم عمران، هضر معاهم، ايوا هضر قول لهم كي جيتكم. عزيزكم تبارك الله عليكم، قول لهم غو بيزو. غو بيزو تبارك الله عليك وليدي، جيتي غزال كتحمق، الله يحفظك. يا الواجي يا البنات، شنو كتهضر باش يا البنات؟ دابا حنا حنا ماشيين، حنا كنعاينو شي طاكسي و كنشري لها واحد الحويجات، واحد الميادي عندها هنايا، صحديتهم لها على حساب حسانه وداك الشيء. ايوا ياك ولدي، صافي دغيا الصباط ديال الصباط الاخر لينا محلول، وراه عاد كتقادوني مسكينه. ايوا هذا هو اللي كاين، دابا راه حنا كنعينو شي طاكسي. ها حنا كنتسناو الطاكسي، عندنا الطوموبيل والله العظيم. تا محمد اللي كيوصلنا مسكين ما كاينش مسافر، كيدير اختي الطوموبيل ان شاء الله. ان شاء الله ضروري ديرها ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الله يسهل عليك يا ربي. امين. ايوا هذا هو اللي كاين، ودابا راه لهون واحد ولد خالتي راه غادي يشرجي داكشي في هوندا وغادي يتبعنا. المهم انتما معنا كيف ما غادي ندوزو هذا الهوار، غادي نقول لكم هذا هو، نشاركوا معكم طبيعة الحال. ها واحد طاكسي، ها هي طاكسي عامرة، يلا. المهم نشدو طاكسي منين نوصلو غادي نصور لكم. هنايا البنات كنا كنتغداو، صراحة جا داكشي لذيذ وغزال، تبارك الله على يدين خالتي ما شاء الله عليك.
وبغيت نوجه تحيه خاصه لمنى، بغيت نقول لها حبيبه ديالي الله يخلف عليك وتبارك الله كل شيء غزال بحال هنا البنات. رجعنا كان ناكلوا الديسير ولا الا في وسط الغدا نوضنا كنحضروا هذا ونشطنا واحد شويه وعاد رجعنا نكملوا الماكله ديالنا. هذا هو الديسير ديالنا يا لالا. تغدينا ونشطنا واحد شويه وشوفوا لي لالا لا منى كي جات ما شاء الله عليك كتحمقي جيتي كتصدق ما شاء الله الله يحفظك الله يحفظك بيبي كات النقافه لاميس المعلمه لاميس طوب تبارك الله والله الا غزال ديالك عجبني تبارك الله عليك. عرفتوا راه عندها البنات المحل قولي لهم المحل فين كاين المحل عندها في الموركاب في 20 غشت راه كتدخلي اون فاس مع الباب غادي تبان لكم عندها داك الشيء زوين البنات هجموا عليها واللي عندها شي مناسبه وكدير ثمن مناسب اصلا يستاهل هادشي داك الثمن يستاهل شحال ما تبغي شحال طلعتي في لا اختي راه كدايره بروغرام وانا انا طلعت البروغرام انا كنت دايره بروغرام شفتوا معايا الفيديو البنات جات لي البروغرام قلت لها صافي صافي كما هي الكلمه البنت ساشنا اشنو كاين. المهم مرحبا بكم مرحبا بينا حنا عاود عند منى والله يكمل في الخير تشوفي بنيتك كيف ما بغيتي والله القاسم ان شاء الله هانتوما. هنا البنات سكت لكم الصوت ودرت لكم الاوديو لحقاش كانت الموسيقى مجهده بزاف. المهم هنا كنت كنقول لكم جات غزاله جات فنه وديديكاس للنقافه المعلمه لامين وهي لا وهي لا وهي لا وهي لا
ولا يصلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام.
الله اختي سلينا نشطنا ضحكنا شكرا مازال باش كنفزعل على ليلى والله الا شكرا مسكينه تاعي الله يكرم عليك بربي الله يخليك لك حبيبتي كل خير والله صراحه عند داكشي البنات غزال 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 كنت اللي غزال ما كرهتش انا من قديمه كنعيط ليلى تي عندي ليلى اجي جيبي البيبي ليلى اجي جيبي التياتر ليلى اجي غزال وانت اللي بنات تستاهلي كل خير العاده صراحه والتعامل ديالها زوين وانسان انا اللي بقى فيا الحلو هو ان البيفي ما لقيناهش فين نديرو عينا ما نطيرو عشي تادرنا له المسائل ديالو ولكن شهر 6 وغادي يعجبكم هاي ها نتوما ماشي مشكله سباس ما كاينش ولكن الجاي احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يكمل عليك بالخير ربي يجعل سيدي ربي يدوز هاد المحبه ديالنا تكون عندنا امين وبعد علينا شر الخلق هذا هو اللي كاين والله يسهل عليك شنو كليت شعره والله الا دوزنا عشيه يا سلام طوب الله يلا العظيم داز على بلوجو الغزالي نرى الا كان شي حد اللي ما مزيانش راه كنا جينا بالشعر مصاوب شوفوا كيرجع بحال اللي ما كان ما دايره البابيليز يا البابا بابيليز ما بقى بوزش ما شدليش سالا والو والله العظيم تعراقينا مع الدرديكو هذا واخيتي الناس شكرا تسمحي لنا اويلي انت اللي شكرا وتشوفوا شي سلعه الكافه تاع هي شكرا 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 لكم وشكرا اللي جاو وشكرا اللي حضروا زعما جاو بزاف دابا انا راني المهم هادو قلالين والله العظيم طلعت عشيه يا سلام والله الا ضحكنا وضحكنا ضحكنا هذاك هو داك الشيء اللي كاين المهم تهلاو لي فيا الا اللي كيحماق عليا وكيبغيني وكيقول لي كنحبك يدخل عندي خليك لينا الحبيبه ديالي الله يحفظك سهل عليك حبيبتي بارك الله فيك شكرا ليكم بزاف دايرين تحليلكم ما تخافوش عارفين راسنا يا الله ما بنات الله فريوسكم تنشافوا شي سعاد الخير سلامه